الآن هي مؤسسة غير ربحية تسعى لتمكين الشباب وإعدادهم الأعداد الأمثل لدخول سوق العمل بثقة من خلال حزمة من البرامج التفاعلية اللي نقدمها لطلبة المدارس والكليات والجامعات، بالإضافة إلى برامج تم استحداثها مؤخراً للشباب الباحثين عن عمل. الفكرة هي أنه نكسبهم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بثقة. إنجاز هي أيضاً جزء من مؤسسة عالمية اسمها Junior Achievements Worldwide، تم تصنيفها كمؤسسة رائدة تعليمياً من قبل جامعة هارفارد. هي تعمل في أكثر من 120 دولة حول العالم، وأكثر من 10 ملايين شاب وشابة يستفيدون من برامجها بشكل